اولا يعني بشكر مجلس الزرنج الليلي ان هو قرر ان هو يجمعنا في يوم زي ده. طبعا هو يوم يعني مش عايز اقول هو يوم يعني يعتبر بالنسبه للنادي الاهلي وبالنسبه لمصر كلها هو كارثه بكل المقاييس. فانا بشكر كابتن محمود ان هو جابنا وان احنا نحيي الذكرى دي. ربنا يعني نحتسبهم عند الله شهداء وربنا يرحمهم ويصبر اهلهم يا رب يا كريم يا رب. كان في تجمع في البدايه في صباح اليوم للحضور اولا، ثم التوجه من صاله راتب الى مكان النصب التذكاري. احنا امبارح جلاله الفتى ان احنا المفروض في بكره ان شاء الله اللي هو الاكليل او ذكرى المذبحه، واحنا طبعا كلنا عارفين فما حدش طبعا اتاخر. انا بشكر الفرقه كلها صراحه ان هي يعني حرصت كلها ان هي تيجي، ودي حاجه يعني هم عمرنا ما هننساها. والشهداء دول يعني مش عايز اقول هم يعني خلاص اتحفروا جوانا، وهي ان شاء الله حاجه ان شاء الله ما تتكررش تاني، وحاجه يعني نتمنى ان هي فعلا 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 ربنا يعني بجد والله الواحد فعلا ما عندوش كلام يقوله، لان الواحد ما تعودش يتكلم في كوارث زي دي. يعني ربنا صبر اهلهم واحتسبهم عند الله شهداء يا رب يا كريم يا رب. الرساله اللي تحب توجهها لاسر الشهداء؟ فعلا 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 انتوا ربنا صبركم ربنا يرحمهم، واحنا فعلا نفسنا نعمل لكم اي حاجه، وهنفضل تحت امركم طول عمرنا، ويعني وربنا يفضل النادي الاهلي كده واقف وراكم وما يفرطش في حقكم، وان شاء الله باذن الله ربنا يصبركم كلكم باذن الله. والله انا بعزي كل الشهداء، كل شهداء النادي الاهلي، الناس بجد يعني اللي عاملين لنا حس في النادي، بنبقى مبسوطين جدا واحنا وهم موجودين. لما بنكون بنلعب احنا مفتقدينهم، مفتقدين الشهداء جامد بصراحه، حاجه تحزن وربنا يصبر اهاليهم. احنا دي اقل حاجه ان احنا نقدر نقدمها لهم، ان احنا نيجي هنا في يوم زي اليوم، يوم زي ده ان احنا نعزي فيهم. فبصراحة أنا مش لاقي كلام إن أنا أقوله ليهم بصراحة. هم يعني من الآخر إحنا بنبقى مبسوطين وهم موجودين، يعني بنعرف بنحس إن إحنا لينا قيمة، لينا الملعب ليه طعم، بنعرف بيدونا حماس في ظهرنا. بصراحة ما عنديش كلام تاني إن أنا أقدر أقوله ليهم بصراحة. هم ناس ضحوا بحياتهم عشان النادي الأهلي، مكان هم بالنسبة لهم كل حاجة، زي ما احنا برضو اتعودنا وتربينا عليهم على كده. فربنا يصبر أهليهم في الجنة إن شاء الله. أتمنى إن هم يكونوا في حتة أحسن من كده، وأكيد هم في حتة أحسن من اللي احنا فيها، ويا رب يصبر أهليهم. وأنا ما عنديش أنا ما أعرفش أتكلم في الحاجات دي بصراحة، عشان دي حاجة تحزن بصراحة، ان هو موقف زي ده بيحصل في مباراة 72 شهيد. دي حاجة تحزن بجد، واتمنى يعني ان احنا نكون وفينا يعني بجزء صغير ليهم. فمش عارف، ما عنديش حاجة تاني ان انا اقدر اقولها بصراحة. يعني ايه الرسالة اللي تحب توجهها لأسر الشهداء في هذا اليوم، خاصة انهم النهاردة على مدار اليوم سيتواجدون داخل مقر النادي الأهلي لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري؟ أنا بعزيهم بقول لهم البقاء لله. يعني ولادكم بصراحة بالنسبة لنا هم اخواتنا، مش هم مش حد غريب علينا، هم أولاد النادي الأهلي. احنا بنتمنى يعني ان احنا كنا نقدر نفرحهم دايما، وهم فرحونا كتير، هم في مكان احسن. مش هقدر اقول غير البقاء لله، ما عنديش حاجة تاني ان انا اقدر اقولها. اكيد طبعا حاجة عمرها ما هتتنسي، بس ان شاء الله كلهم في الجنة بإذن الله، وربنا يرحمنا ويرحمهم جميعا. و يعني الصراحة هم دايما في قلوبنا وعمرنا ما هننساهم طبعا. اكيد الدعوة كانت موجهة لكم بالأمس إن الكل يحضر، كباتن الألعاب الجماعية يحضروا النهاردة، يكونوا موجودين في هذا اليوم بشكل رسمي إحياء الذكرى السادسة من خلال مجلس الإدارة. هي دي حقيقة فعلا حصل امبارح، اتبلغنا امبارح بالليل إنه لازم كلنا نحضر، وأكيد عمرنا ما كنا هنفوت حاجة زي كده، عشان أقل حاجة أصلا نقدر نقدمها للشهداء كلها، وكلنا جينا في الميعاد يعني.
بس اخر حاجه، ايه الرساله تحب توجهها لاسر الشهداء بما انك كابتن فريق الباسكت لكره السله سيدات؟ انا مش صراحه مش عارفه انا المفروض اقول ايه بالظبط، بس يعني بقاء لله وربنا يرحمهم ويغفر لهم جميعا يعني ان شاء الله. طبعا ده يوم هيفضل في قلوبنا، احنا طول عمرنا متعودين جوه النادي الاهلي بنشجع يعني لاخر نقطه دم فينا، فطبعا ده حدث مأساوي جدا اثر فينا كلنا وهيفضل عايش جوانا وفي قلوبنا. احنا النهارده كل بطوله بنكسبها في النادي وكل انجاز بنعمله في النادي بيكون جوانا روح الشهداء بنفكر فيهم، طبعا عمرنا ما ننساهم. بوجه طبعا لأهاليهم كامل التعازي وربنا يصبرهم وربنا يرحمهم يا رب. احنا النهارده في يوم اللي عاش اليوم ده هيعرف قد ايه كان اليوم ده صعب، فربنا يحفظنا جميعا، يحفظ كل شهداء النادي الاهلي وشهداء مصر، وان شاء الله يعني الحادث المأساوي ده ما يتكررش تاني. المشاركة فيما معناها ان الكل داخل النادي الاهلي على قلب رجل واحد، يعني كرة القدم الحادثة كانت في مباراة كرة قدم، لكن مشاركة كباتن الالعاب الاخرى والنشاط الرياضي اكيد هي رسالة، لان الجمهور الاهلي بيبقى حريص على الحضور حتى لو مباراة كرة ماية داخل النادي الاهلي. فايه الرسالة اللي تحب تقولها في يوم زي ده كمان هتبقى رسالة ايجابية للمستقبل خلال الفترة الجاية كابتن احمد، وفي نفس الوقت كمان دعوة المجلس ليكوا لهذا اليوم بالتاكيد انتوا شفتوها بشكل ايجابي جدا، لانها شيء مختلف خلال عن السنوات السابقه انك بتحيي ذكرى لجمهور النادي الاهلي بشكل مختلف وبتدي الناس حقها ان الناس دي ماتت في مباراه كوره كانت موجوده عشان تشجع فريق النادي الاهلي. اول حاجه طبعا مجلس الاداره في احياء ذكرى الشهداء يعني بصراحه ما تاخروش جدا في حاجه زي دي، ده احنا متعودين على طول من ابناء النادي الاهلي خصوصا ان هم بيكرموا اي حد جوه النادي او بره النادي يعني روحه جوه النادي. طبعا اللي حابب اوجه لهم شكر يعني خاص بمناسبه اليوم ده، وحابب اقول ان شاء الله يعني روحهم في كل حته في النادي، هم عايشين معانا وان شاء الله الحدث ده مش هيحصل تاني، ربنا يحفظهم وربنا يرحمهم ان شاء الله.